I finally found my son after all these years. It's gonna take a lot more than the end of the world to keep us apart. But you don't even know Kung Fu. Then you will teach us. What? I can't teach you Kung Fu. I couldn't even teach Tigress. And she already knows Kung Fu. اهلا بكم في فيديو جديد من قناة 5 Minute Practice. معكم خالد محي الدين وازيكم في فيديو جديد ومختلف تماما وقريب جدا من قلبي. دلوقتي الناس كلها قاعدة في البيت ومعظم الناس زهقانة وحاسة بملل وابتدوا يتجهوا لحاجات زي التيك توك، فانا كمان برضو من الناس اللي زهقانة دي، فعشان كده محدش ليه نفس ان هو يذاكر وبتاع دلوقتي. فابتديت ان انا جات لي الفكرة دي، هنعمل الفكرة بتاعت التيك توك ديت في الشانل عندنا هنا، وهيبقى فيها الافلام الانيميشن او الاجنبي اللي احنا بنحبها والمفضلة عندنا، وهتكلم عنها بشكل عام ونترجم مع بعض ايه اللي بيحصل، بحيث ان احنا نبقى بنتعلم وفي نفس الوقت بنستمتع. طيب زي ما بنعمل في المواقف الحياتية هنعمل نفس الكلام هنا في الافلام، فيلا نبدأ. اول حاجة ابو بو بيكلمه بيقول له I finally found my son، اخيرا لقيت ابني. After all these years، بعد كل السنين دي كلها. And it's gonna take a lot more than the end of the world، وده هياخد اكتر بكتير من نهاية العالم. To keep us apart، علشان يبعدونا مع بعض عن بعض. To keep us apart يعني يبعدونا عن بعض. وجانا هي اختصار going to، اختصار going to بتقال جانا، بنقول جانا بس مش جانا to، ها؟ يبقى جانا هي going to. فرد عليه بو بقى وبيقول له but you don't even know kung fu، تاني but you don't even know kung fu، بس انتوا حتى ما تعرفوش كونغ فو، ما تعرفوش كونغ فو خالص، يعني اللي هو هتساعدوني ازاي؟ ما هو كان جاي يعرض عليه مساعده اصلا في الموقف ده، فبيقول له بس انت اساسا ما تعرفوش كونغ فو، ازاي هتساعدوني؟ فابو رد عليه بيقول له then you will teach us، يبقى انت هتعلمنا. طبعا اللي اتفرج على الفيلم قبل كده هيبقى عارف ان بو فشل في ان هو يعلم صحابه كونغ فو حتى وهم يعني متعلمين، بس هو فشل ان هو يعلمهم وما كانش مدرب كويس خالص. فهو هنا بقى لما قال له انت هتعلمنا، فرد عليه قال له ايه what، اللي هو ايه I can't teach you kung fu، انا ما اقدرش اعلمكم kung fu. I couldn't even teach tigress، انا اساسا ما قدرتش اعلم tigress، يعني حتى tigress ما قدرتش اعلمها. And she already knows kung fu، وهي كمان عارفة kung fu، يعني شوف بقى هي انا اساسا ما عرفتش اعلمها وهي عارفاه، تخيل بقى انتوا اللي ما تعرفوهوش اعلمكم ازاي. بس كده وبعد كده كملوا الحوار بينهم لحد ما لقوا فكرة وهو قدر بعد كده يعلمهم الحمد لله kung fu، وتمت القصة بحمد الله. وبس كده كان الفيديو بتاع النهاردة، فيديو سريع وخفيف كده، مش هنعمل ايديومز في السلسلة دي عشان هي ايه حاجة كده فور فن، فمش عايزانها تبقى دسمة زيادة عن اللزوم. خلاص قولوا لي رأيكم في الكومنتس، ولو الفيديو عجبكم لايك وسبسكرايب وشير عشان ناس تانية بقى تستفيدوا كده، وكده يعني الدنيا تبقى ظريفة كده، واجازة سعيدة ان شاء الله يا جماعة. سلام.